عايزين كلنا نقول السلم الموسيقي مع بعض، بس كل حرف من الحروف اللي احنا هياخد اربع ايه؟ ثواني. مش اربع ثواني، اربع ازمنه، يعني اقول كده اربع عدات. واحد اثنين ثلاثه اربعه، اوكي؟ بعد كده ننقل على الحرف اللي بعده، اوكي؟ هنقول العداد دي فين بقى في ذهننا، اوكي؟ هنقول واحد اثنين ثلاثه اربعه، نقوم بنبدا كلنا مع بعض السلم الموسيقي. مش عايز حد يزعق، مش عايز حد يزعق، مش عايز حد يوطي صوته خالص، صوت متوسط. اول ما اعمل كده كله يسكت، تمام؟ يلا يلا، واحد اثنين ثلاثه اربعه. طيب احنا ليه مش هنشعل الزمن بقى؟ تقول واحد اثنين ثلاثه اربعه، هيبقى قول زي المثل بيقول كده. عايز تسمع صوت بقى؟